نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر السعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضحت مديرية الصحة بدمياط أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهازا للأشعة، مشيرة إلى صرف الأدوية بالمجان. احنا نيجي هنا بنلاقي الترحيب وناس كويسين جدا وعاملنا كويس قوي، وانا جاي هنا كشفت مسالك وشفت عظام وهنا تحاليل وهنا اشعه وهنا شيء كويس جدا، ربنا يبارك فيكم. احسن معامله واحسن علاج، بس لسه ما صرفناش العلاج ان شاء الله هنصرفه، وكاتب لنا على كل حاجه بنطلبها وكاشفين كشف كويس، ما فيش حد بيقول لنا اي حاجه وحشه. حاجه يعني كويسه ان احنا بنكشف على اولادنا وبنطمن على اولادنا وبنكشف على نفسنا وبنطمن على نفسنا.